الشباب اشتروا التذاكر وبدلا من أن يجدوا لهم مقاعد داخل الملعب وجدوا الهراوات تتهاوى على رؤوسهم. في الصور القادمة جانب من تفريق مكافحة الشغب، الجمهور الذي حضر لمتابعة مباراة الزوراء والقوى الجوية، وكيف واجهتهم مكافحة الشغب بين مزدوجين بالمياه الحارة وقنابل الغاز. نتابع. شوف الجماهير باع يقول ما الجماهير باع إلى إصابات بصفوف الجمهور بسبب القوة المفرطة التي استخدمتها الداخلية وسوء تنظيم المباراة من قبل الاتحاد العراقي وحالات التدافع التي حصلت والمفارقة، وأن بعض البرلمانيين يطالبون باستضافة العراق لكأس العالم إلى جانب قطر في العام 2022. هذا ما كتبه نشطاء عراقيون في فيسبوك، وإليكم نعرض صورا أخرى تبين فداحة ما حدث. Yes, yes, yes.